شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكات وإجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وصفت بالأعنف خلال الأيام والساعات الأخيرة. الأوضاع المتوترة هذه جاءت بعد إعلان جيش الاحتلال مقتل جندي الثلاثاء برصاص مسلحين فلسطينيين قرب مدينة نابلس، وذلك بعد 3 أيام من مقتل جندية وإصابة 3 جنود آخرين على حاجز شعفاط العسكري بالتزامن مع مقتل 5 فلسطينيين في مدن بالضفة الغربية واعتداء شرطة الاحتلال على الفتيات في القدس المحتل. جيش الاحتلال أغلق فجر الأربعاء عددا من مداخل مدينة نابلس بالضفة الغربية. وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بأن الاحتلال أغلق مدخل بلدة دير شرف غربي المدينة بالسواتر الترابية، في حين أغلق حاجزي حوارة وعرتة جنوبا وطريق المساكن، وشدد إجراءاته على حاجز سرة وأغلق طريقي تل وعصيرة الشمالية، كما نصب حواجز على مداخل سبسطية شمال غرب المدينة وعلى مدخل بيت فوريك شرقا. أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة أعلنوا العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة ضد قوات الاحتلال، مؤكدين أن العصيان سيكون مستمرا حتى فك الحصار عنهم. كذلك أغلقت المدارس في مدينة القدس أبوابها تضامناً مع عشرات آلاف الفلسطينيين المحاصرين في مخيم شعفاط وأحياء مجاورة من دؤيم. تزامناً مع ذلك اقتحم المئات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال التي فتحت الثلاثاء باب المغاربة تسهيلاً لهذه الاقتحامات المتواصلة من دؤيم.